أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية، مباشرة بعد لقاء رئيس المخابرات الحربية المصرية اللواء مجاور بحفتر. أصبح هناك آخر جرد للسلاح والآليات، ما يسمى بالآليات والعمليات التي ستنجز في حالة وقوع مواجهة في سرت الجوفرة. وأصبح سيناريو الحرب محميا من طرف الروس، لأن آخر مكالمة بين بوتين وبين ماكرون حول قضية مصراتة كان واضحا على أن بوتين لا يريد بشكل مطلق فتح أي قواعد تركية في غرب ليبيا، تماما كما لا يجوز لا للفرنسي ولا للمصري وأيضا للفرنسي بوجود ما يسمى بقواعد أيضا في شرق ليبيا. هذه القواعد الآن هي عملياتية، ولكنها ليست قواعد دائمة أو قابلة أن تكون دائمة. وبالتالي فإن لقاء المجاور أو رئيس المخابرات الحربية المصرية بحفتر ساوى مباشرة بين العطية كمسؤول عن الدفاع في قطر وبين خلوص أكار وزير الدفاع التركي اللذين زارا طرابلس أخيرا. إذا نحن أمام ترتيب آخر بالانقلاب القطري التركي وأيضا المصري الليبي بمظلة روسية على اقتراح منزوع السلاح في سرت والجوفرة. هذا الحل الأمريكي الذي كان يريد تسليم هذه المنطقة في آخر المطاف، إما أمام توسيعها من سرت والجوفرة إلى وسط ليبيا، كل وسط ليبيا فزان. وهناك اقتراح بأن يكون للبعثة الأممية وفدا هو الذي يدير سرت والجوفرة كعاصمة انتقالية إلى حين الوصول إلى انتخابات، ومن ثم الانطلاق بالطاقم الجديد إلى طرابلس من أجل ممارسة سيادة الشعب عبر الانتخابات أو صناديق الاقتراع. لا وجود لمقارنة بين السلاح بما فيها الأسلحة التركية الموجودة عند قوات السراج وما بين قوات حفتر، لسبب بسيط: أن قوات حفتر هجومية والأخرى دفاعية. الأخرى سلاح حفتر سلاح هجومي بالميك 29 وأيضا بالسخوي 24، وكان هذا خطا أحمر بالنسبة للأمريكي وللتركي، لكن روسيا والمصريين تجاوزوا هذا الخط الأحمر من أجل الوصول إلى بناء قوة جوية هجومية لدى حفتر. ولذلك تساءلت فوربس من قاد، من هم الربابنا الذين قادوا الميك 29 14 قطع 14 طائرة من روسيا إلى همذان في إيران ثم إلى حميميم في سوريا مباشرة وبطلاء مصري إلى داخل ليبيا. هل المسألة تتعلق بطيارين مصريين؟ هل الأمر يتعلق بروس؟ إذا المسألة تتعلق مباشرة كما يعتقد أنهم روس، وأن المسألة رغم اطلاع الحادث بالنسبة للجمهورية المصرية فإن الطيارين محتملين أن يكونوا روسا، وهذا ما يعني أن هؤلاء لم يعودوا وأنهم هم الذين قاموا بأكثر من عملية في شرق ليبيا. إذا الطيارون الروس هم الذين يؤكدون خارج فاغنر أن الجيش الروسي متورط مباشرة وبرجالاته وبطياريه في شرق ليبيا. إذن هذه النقطة بعيدا عن فاغنر وعن المقاتلين الميليشياويين الروس، هذه زاوية. إذن نحن أمام قوة هجومية لا يواكبها من الطرف الآخر أي طيران بنفس الأهمية وبنفس القتالية، وهذا مهم جدا. إذن لدينا قوة هجومية جوية ولدينا تفصيل خطير بالنسبة للأسلحة. عندما نجد على أن الروس الذين يقولون أن كل الأسلحة السابقة والتي كانت في ليبيا هي التي تستخدم مثل الميك 23 وغيرها، يعني أن الأسلحة التي وقع عليها معمر القذافي هي الموجودة اليوم عند حفتر،
لأن هذا الجيش بين قوسين هو الوريث للجيش الليبي وجيش القذافي. هذا يبطله ما يسمى ب الصفقات التي حدثت من 2013 إلى الآن، أي منذ رئاسة السيسي لمصر. هنا حدثت انتقالة خطيرة، بحيث أن حفتر أصبح لديه إمكانية لعقد صفقات عبر الدبلوماسية والدبلوماسيين المصريين، وهذا ما يتأكد من خلال هذه الجدولة المباشرة. فمثلا العشر عربات المدرعة من البي ام بي 3، عندنا المارد والوحش الأردنيين، عندنا من الإمارات بنمر، عندنا بانتير اف 9 أيضا من الإمارات، عندنا إيطاليا ببيما 4 في 4 أو 4 4، عندنا 200 وحدة مدرعة خفيفة، كل واحدة منها ثمنها 220,000 دولار. يعني أننا أمام المدرعة الـ M1151 HMMWV، أي أننا أمام إعطاء مباشر أو عطاء مباشر لحفتر بالسلاح الأمريكي ب 44 مليون دولار مباشرة إلى يد حفتر، مما يعني أن الجيش أن الأمريكيين والجيش الأمريكي متورط في تسليح حفتر. هذا يجب أن يكون واضحا للغاية. هناك أيضا ما تبقى مما حدث، يعني هذه الأسلحة الجديدة المعلن عنها، لكن هناك أسلحة إضافية، منها أسلحة أمريكية وأسلحة كورنت وتعزيز دفاعات بحوالي نصف المليار دولار في الفترة الأخيرة فقط. يعني أننا من سرت إلى الآن حوالي نصف مليار دولار هو اليوم تحت يد حفتر، يعني أننا أمام تسليح لجيش لا يمتلك القوة الهجومية الجوية ويمتلك أيضا قوة هجومية برية. ولذلك فالأتراك يخشون مما يسمى بالانقلابي، لأنهم لا يثقون بحفتر الذي لم يوقع على أي اتفاق لوقف إطلاق النار، لا في موسكو ولا في برلين، والمبادرة المصرية لم يكن فيها وقف إطلاق النار ورقة مستقلة عن المبادرة، ولم يعمل على ذلك عقيل صالح أيضا. وهنا نطرح سؤالا خطرا للغاية لا يمكن توقعه، وهو أننا أمام عقيل صالح بمرتبة، هو رئيس أركان جيش حفتر. إن لم يكن رئيس أركان، يعني أننا أمام كوماندر إن تشيف، عندنا القائد الأعلى هو حفتر، وعندنا القائد العام تترجم كوماندر إن تشيف، لأنها في الإنجليزية واحدة بين رئيس الأركان، وما بين هذه الترجمة الملغومة والتي تسمى القائد العام للقوات هو عقيلة صالح. وأيضا كوماندر إن تشيف قد تكون هو رئيس الأركان، لأن رئيس الأركان الموجود الذي هو عبد الرزاق الناظوري هو قائد الأركان بهذه الصفة، لكنه في الترجمة غير دقيقة، لأننا أمام Chief of General Staff، رئيس الأركان العامة، بمعنى أن عقيلة صالح هو رئيس الأركان، فيما القائد العام هو حفتر. وفي هذا الترتيب فإننا نجد مباشرة أن عقيلة صالح لديه منصب عسكري، مما يصدم الجميع. إن كان هو رئيس الأركان أو أنه هو الرئيس العام أو القائد العام في مقابل القائد الأعلى حفتر، فإننا أمام منصب عسكري. هل يسمح أي بروتوكول، أي مسطرة أن يكون لعقيلة صالح الذي هو الناطق الرسمي باسم مجلس النواب أن يكون لديه منصب عسكري؟ هذا سؤال لا يتبادر للذهن ولا يتبادر للمحللين، ولكنه حقيقة، إنه قنبلة عندما نعرف على أن عقيلة صالح لديه منصب عسكري.
هذا صادم للغاية، وهذا ما لا يعتقده الكثيرون إلا من أجهزة المخابرات الأمريكية التي وضعت عقيل صالح ليس على أساس أنه رئيس أو الناطق الرسمي باسم برلمان طبرق، بقدر ما هو باسم رئيس الأركان والقائد العام. والقائد العام فيما حفتر هو القائد الأعلى. على أي حال، فإن هذه نكتة إضافية بالنسبة أنا، نكتة هنا بالنكتة البلاغية والنكتة النحوية وإلى آخره، وليس النكتة بالمفاهيم السائر حتى لا يخاطب الجمهور بها أو يعلق. إذن هي بمثابة نطفة ونكتة يمكن الإشارة إليها من أجل تدقيق هذه الأوضاع الجارية اليوم في شرق ليبيا. إذن لدينا قوة هجومية، لدينا اصطفاف عسكري، ليس هناك كيانا سياسيا في شرق ليبيا، وهناك، وهذا هو الأهم، أن تفصيلا خطيرا يحدث الآن بالنسبة للهيكلة الحادثة في جيش حفتر، لأننا أمام منذ غشت 2019 أمام تصرف مختلف للغاية، ولدينا فيالق بالأساس. الفيلق 106 والذي كان فيه يقوده خالد حفتر لمدة شهرين، ثم عاد ليقوده آخر من الجيش، وأعتقد أنه سليم رحيل. هناك الفيلق 73 الذي يديره صالح القطعني في ودائما في حسب تفصيلات غشت 2019. هناك طارق بن زياد وهي كتيبة أيضا من برئاسة عمر مراجع. هناك الفيلق 9 لطرهونة عبر إخوة كاني. هناك الفيلق أو الكتيبة 128 التي يديرها حسن الزطمة. هناك ال 116 مسعود جدو، وهناك ال 124 وقيادتها مجهولة، رغم أن هناك 80 ضابطا فيها، وهي المزودة بالنمر الإماراتية ولديها تأثير كبير لأن فيها ضباط إماراتيين في ال 124. بالنسبة لل 309 هناك مشاة ميكانيكي، أو لديها أكثر من 3000 عنصر مسلح، ولديها أكثر من 25 دبابة. هناك ال 166 مشاة ميكانيكي، وهناك ال 115 وال 82. ويجب أن نذكر هنا على أن في هذه حسب الـ Institute of International Political Studies، فأحد المراكز الإيطالية القديمة جدا من 1934، سنجد أن أكثر من 18 ألف مدخلي هو يخترق أو يخترقون كل هذه الفيالق، وليس لديهم فيلقا واحدا يعني أنهم ينتمون إلى كل هذه الفيالق. بالنسبة للفيلق الأول لديه تأثير روسي بالكامل، لديه أكثر من 2800 مشاة مزود بالبالماريا، وهي أحد السلاح الإيطالي إيطالية. وعندها أيضا بالنسبة لهذا الفيلق الذي هو اليوم على مشارف السرد، عندنا الاس 219 ماستا، وهذه روسية متقدمة خصوصا في النقل. فهناك مضادات دروع السوفيتية القديمة، الماروتكا، الفابوت، الكونكوس، يعني أن لدينا أكثر من 200 كيمن الأمريكية، إلى جانب النيمر، تمشي مباشرة إلى جانب النيمر والبانتيرا تي 6. إذا نحن أمام تجهيزات قد تكون في حدود 190 دبابة، هي من 90 منها في فيلق واحد للتي 72، وعندنا أيضا تي 55 والتي 62 والتي 72، مما يجعلنا أمام ترتيب كبير للقول مباشرة أننا بسلاح غربي وبسلاح أمريكي يمكن القول بشكل مباشر على أن الفيلق الأول اليوم تحت التأثير الروسي، والفيلق 124 تحت التأثير
الإماراتي يعملان مباشرة بخطط حربية واضحة وخطط للمواجهة بشكل أوضح، وبالتالي فإننا أمام جيش هجومي أثبت هذه العقيدة في سرت باتجاه كل مدن الغرب وصولا للحدود الجزائرية وأيضا إلى طرابلس في العاصمة، ولم تبقى إلا حوالي 12 كيلومتر في الوصول إلى إسقاط كل طرابلس. إذا نحن أمام قوة هجومية يخاف منها الأتراك أو يتخوف منها، لذلك فإن مسألة توقيع حفتر شخصيا على وقف إطلاق النار أصبحت أساسية قبل أي تفكير في المفاوضات السياسية. نحن لسنا أمام ميكانيزم ما يسمى بخمسة من ضباط كلا الطرفين، إنما نحن أمام مفاوضات سياسية. ولذلك فبالنسبة للقيادة، وهذا مهم جدا، فبالنسبة للقيادة العامة والعليا وقيادة المخابرات، لأننا أمام ترتيب أيضا في المخابرات العسكرية لسلاح حفتر، هذا يعني أننا أمام رئيس الاستخبارات معطى اسمه رمضان عطية الله أو عطيات الله، أي يكون الاصطلاح، لأن نطقه من الإنجليزية هو على هذا الشكل تقريبا. إذا نحن أمام رئيس مخابرات في قوات حفتر يقوم بمهام، لديه تنسيق، لدينا قوات خاصة يديرها مباشرة وتحت رئاستها وباتفاق مع المصريين، لأن العلم والنبأ في القوات الخاصة هذه أنشئت لمصادمة أنصار الشريعة، التنظيم الذي يحمله الأمريكيون المسؤولية عن قتل سفيرهم في بنغازي. وهناك أيضا رئيس لغرفة عمليات درنا، وهذا أيضا من قوات الخاصة، والذي لا يعرفه الكثيرون هو أننا أمام غرفة عمليات درنا ويقودها ونيس بوخمادة أو بوحمادة. إذا نحن أمام شخصية قادت غرفة عمليات، وأيضا هناك غرفتي عمليات في سرت، وهي واحدة لم ترد على تقدم قوات السراج، لكن واحدة ردت بالقوات الجوية وقصفت ما قصفت، وآنذاك توقف القتال على الخطوط الحالية. إذ أننا أمام ترتيب هو أن يكون الكل في بوغرين، وهذه المسافة من بوغرين إلى وسط سرت هي مسافة مكشوفة للقتال عبر المدفعية، وأي تقدم سيسبب مشكلة كبيرة لأن ليس هناك تغطية جوية كافية. وبذلك فإن إلى اليوم لم يثبت الأتراك أو القطريين على وجود تغطية لهذا الهجوم البري. صحيح أن هناك ترتيبات بخصوص رفع الجدار البشري والعناصر البشرية، لكنها بدون أي تغطية جوية أو دفاعات جوية تسمح بعزل القوات الجوية لحفتر. إذا ليس لدينا لا تغطية جوية تسمح بتقدم باتجاه سرت، وليس هناك اليوم تقريبا دفاع جوي يسمح بانتقاله إلا في الحدود التي يمكن توقعها عبر ما قلناه البارحة، أي أننا أمام الهوك إكس إكس 1، وهذا التقدم عبر الإكس إكس 1 معمول حسابه من الطرف الآخر. وبالتالي فنحن أمام سلاح هجومي عند حفتر يريد منه المصريون تأسيس جيش متكامل بقوات برية، بقوات بحرية، بقوات جوية، وهو ما تحقق إلى الآن. لذلك فالمشكل بالنسبة لشرق ليبيا هو مشكل السلاح القادم، لأننا أمام دراسات تؤكد على أن محاولة تقدم المخابرات المصرية إلى سرت والجوفرة، والمخابرات الحربية المصرية إلى سرت والجوفرة، واعتبار أن هذا هو الخط وتقوده مباشرة هذه المخابرات، فإننا أمام إعادة ترتيب للأوراق مرة أخرى خارج روسيا، وتمكين المصريين هذه المرة من أخذ الدور الروسي على أن يبقى الدور الروسي كما ظل. أيا يكن بالنسبة لحسابات المعادلة،
فإن هناك سلاح لدى حفتر كاف بالنسبة ليس للدفاع وإنما للهجوم، والهجوم البري والهجوم البحري والهجوم الجوي على حد سواء. فهو اليوم متمترس بأكثر، لكل عنصر لديه 3 قطع. هذا يكفي للقول مباشرة أننا أمام تجهيزات مرتفعة للغاية، وأمام أسلحة نوعية في شرق ليبيا لم تكن مسبوقة. سأصدم مشاهدي عندما أؤكد على أن اليوم ما هو مسلح به جيش حفتر يساوي ضعفي ما كان لدى القذافي وفي منطقة شرق ليبيا، مما يجعل الأمر في حدود 4 أضعاف. يعني أننا أمام 400% من هذه النسبة بما فيها القوة الرادعة عبر الميك 29 وعبر قوات وعبر تسليح قوات برية وقوات خاصة بجميع ما لديها. يعني أننا أمام مدفعية متقدمة، أمام دفاعات جوية معتبرة ويمكن أن تعزل بشكل كبير برقدار، عندنا سلاح مطور روسي، لأننا أمام تصنيفات جديدة. بلغة أخرى سنؤكد حتى لا نضيع معنى المشاهد، فإن كل ما عند المصري في قواته وأيضا عند الروسي في عتاده مؤهل أن يكون مستخدما عند حفتر. لذلك فالأمر متعلق بالأساس بهذا السلاح ومستقبله. فعندما نعلم على أن حتى السلاح الأمريكي موجود، فإنه يتأكد لدينا على أن التسليح بالنسبة لحفتر كان أساسيا، لا بالنسبة للغرب ولا بالنسبة للشرق على حد سواء. واليوم عندما يفكر الأتراك في إعطاء جيش آخر أو إنشاء جيش آخر وبأسلوب آخر إلى جانب القطريين، فإنهم يضعون أنفسهم أمام خطة دولية تجعل الجيش في شرق ليبيا، وهو ما يؤهل إلى تسوية أخرى عسكرية تحاول أن تجعل من الحرس الوطني بالنسبة لغرب ليبيا يساوي القوات المسلحة الليبية التي تنطلق من شرق ليبيا. نحن أمام معادلة ممكنة، وهذا ما تسربه المصادر الأمريكية، بأن هذا ليس مخيف لا من طرف حفتر ولا من طرف الغرب الليبي عبر القطريين والأتراك، لأن المسألة تتعلق هنا بالحرس الوطني وتتعلق هنا بالجيش، والحرس الوطني هو الذي سيشرف على كل المهام الشبه عسكرية في ما بين المدن، فلديه مهام دركية ولديه أيضا بالنسبة للتدخل لديه إمكانية للمشاركة في أي حرب. أما بالنسبة للجيش الليبي فإن لديه مهمة وحيدة وواحدة، أي نقصد به حفتر، هي حماية الحدود. وهذا ما سيضع أمامنا هدية مسمومة للمصريين، لأنه في حالة تحويل البندقية الحفترية إلى مراقبة الحدود الرسمية الدولية بين مصر وما بين ليبيا، فإن حفتر آنذاك سيصبح أمامه تحدياً آخر أمام حلفائه، لأنه سيحمي وطنه ليبيا أمام الجيش المصري، وهذا خطير في المستقبل، لأنه سيضع حفتر أمام الجيش المصري وهو متوقع، وهو خطير ومتوقع حسب الدراسات الأمريكية الأخيرة. إن هذه الهدية المسمومة على الأقل بوصف CIA في جعل البندقية لحفتر في مواجهة وحماية في مواجهة المصريين وحماية الحدود الشرقية لليبيا، سيكون هذا التسليح غير معروف المسار وإلى أين، وهو ما يطرح سؤالا خطيرا للغاية على المستقبل، على مستقبل هذه الترسانة في غرب ليبيا وفي شرقها. إلى أين؟ هذا ما ننتظره في المستقبل القريب، وإلى اللقاء.